بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنغالي فينيش أو الشرشور البنغالي أو السوسايتي. الأسماء الشائعة الأخرى وهي فينيش المجتمع أو الفينيش الياباني. منطقة الانتشار جنوب شرق آسيا، والطفرات اللونية التي حصل عليها هي مختلفة عن النوع البري، حيث يوجد اللون الأبيض ذو العيون السوداء والأرقط، وهو على شكل الأبيض بالبني الشوكولاتي، وأيضا الأبيض بالكستناء الفاتح. ويعتبر هذا النوع من أقدم أنواع الفينش التي ربيت بالأقفاص، فقبل أكثر من 360 عام ربيت بالصين واليابان وكذلك في أوروبا أكثر من قرنين من الزمن، وتم الحصول منها على الألوان مثل السلالات الألمانية والدنماركية والهولندية، وانتشرت تربيتها بعد ذلك ببقاع عديدة من العالم. تتوفر ألوان عديدة للفنش البنغالي أو البنغاليز، فمنها الشوكولاتي والأحمر الشوكولاتي والبايت، وكذلك توجد الألوان المخففة والكريمي والأبيض والألبينو الأبرص وأخريات عديدة من الألوان. وكل هذه الألوان أو الطفرات اللونية حصلت في القفص ولا يمكن مشاهدتها في الطبيعة، وتقسم هذه الألوان أو الطفرات إلى 4 أقسام رئيسية: الطفرات اللونية السائدة، الطفرات اللونية المرتبطة بالجنس، الطفرات اللونية المتنحية، الطفرات اللونية ذات السيادة الجزئية. وتوجد تركيبات لونية أخرى تستخلص من عملية تجمع بعض الصفات منها السائد ومنها مرتبط بالجنس. عن الطائر يكون المنقار الفك العلوي أسود اللون، أما الفك السفلي فهو رصاصي وفضي. عموما لون الرأس والقفا والأجنحة وأعلى الذيل كستنائي شوكولاتي. الوجه والحنجرة، الوجه والحنجرة وإلى منتصف الصدر فهو أسود فاحم لماع براق. البطن فهي مزركشة بالأبيض والبني الأسود. لا يوجد فرق بين الذكر والأنثى من حيث الشكل المظهري، إلا أن الذكور تكون مغردة وتغريدها جميل، وكذلك يكون الصدر والرأس أكبر حجما بقليل من الأنثى. التغذية العادية هي خلطة حبوب الفينش والفلارس والقرطم والدخن وخلطة الكناري، وأيضا تثبيت عظمة الحبار السيبيا بشكل دائم بالقفص. أما الخضروات ومنها الخس والسبانغ والخضروات الموسمية والجرجير والفجل، ومنها البقدونس والجزر المبروش والمسلوق والبيض. التربية، من الممكن أن يوضع الزوج واحد من البنغالي بقفص صغير مع وضع العش في أحد أركان القفص، وكذلك وضع القفص بمكان مرتفع مع توفر التهوية الطبيعية، ويفضل تربيته بمجموعات بأقفاص أو سلاكات كبيرة. وفي الشتاء يجب أن تكون درجة الحرارة للمكان لا تقل عن 24 درجة مئوية، وصيفا لا تتجاوز إلى 36 درجة مئوية. التغريد للذكر صوت عالي، ونلاحظ عليه نفخ صدره وريش بطنه، ترنح يمينا وشمالا وبحركات اهتزازية. أما الإناث في حالة تغريد الذكر والقيام بهذه الحركات، نلاحظ عليها النقر على المجيات.